فعلا بحضراتكم مرة تانية في رأي عام. زي ما حضراتكم عارفين يمكن مصر بتتصدر دول العالم في معدلات الطلاق للأسف الشديد، وبالتأكيد طبعا نتاج هذا الطلاق هيكون هناك أسر ممزقة وأطفال أيضا مشتتون. كل هؤلاء يحكمهم قانون أحوال شخصية مر على صدوره نحو قرن من الزمان، وكل التعديلات التي أجريت عليه طوال تلك الفترة كانت لصالح طرف ضد طرف آخر. وفي كل الأحوال دائما هناك طرف يشكو من أن التعديلات كانت لصالح طرف ضد الآخر. لذلك قدم حزب الوفد مشروع تعديلات على القانون من المنتظر أن يطرحه مجلس النواب خلال الأيام للحوار المجتمعي. لكن يبقى السؤال، هل ستكون تلك التعديلات منصفة لطرف أيضا هذه المرة على حساب الآخر كما هو الحال في التعديلات السابقة، أم أنها ستكون محاولة لوقف التفكك الأسري ووضع ضوابط تحفظ حق وحقوق طبعا الطرفين، وتضمن أيضا في المستوى الأول حياة مستقرة للأطفال، وتقضي على طوابير طويلة جدا تشهدها محاكم الأسرة؟ ده يكون محور نقاشنا مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو. اسمحوا لي أرحب بضيوفي، بداية الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، برحب بحضرتك سيادة النائبة. أهلا بك يا أستاذة وبالسادة المشاهدين وأسرة البرنامج. أهلا بك. أيضا الأستاذ حسين متولي الصحفي المتخصص في قضايا الأسرة، برحب بحضرتك أستاذ حسين. والأستاذة سالي الجباس مدير مؤسسة سيزا نبراوي المتخصصة في قضايا المرأة، برحب بحضرتك أستاذة سالي. أهلا بحضرتك. طيب قبل ما نفتح باب النقاش في هذا الموضوع الهام جدا، خلينا نروح نشوف إنهاوس عن قانون الأحوال الشخصية ومحاولة برلمانية للحفاظ على تماسك الأسرة. قانون الأحوال الشخصية، الجملة الأكثر جدلا ربما على مر العصور، فمع كل تعديل يجري على القانون يوجد بالطبع طرف متضرر، فيبدأ الجدل من جديد وتستمر الاعتراضات على التعديلات التي أنصفت الأم على حساب الأب أو العكس. وبين الطرفين هناك ضحايا ومتضررون طوال الوقت، ومهما كانت نصوص القانون محايدة ألا وهم الأطفال. لذلك يبدو أن مهمة مجلس النواب صعبة في مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على القانون بالشكل الذي يحافظ على تماسك الأسرة ويمنع انهيارها. أما إذا كان الطلاق هو الخيار الوحيد، فيكون الحفاظ على حقوق الأب والأم وقبلهم الأطفال ضرورة قصوى. الحديث عن التعديل يزداد أهمية إذا علمنا أن قانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة المعمول به حالياً موضوع منذ عام 1920، وهو بلا شك بحاجة لإعادة النظر في ظل التحديات الجديدة التي تواجهها الأسر المصرية، فالكثير من الحاضنات يتعرضن للتشرد والعيش بلا مأوى بعد انتهاء سن الحضانة للأبناء، وهو أمر لا بد من إيجاد حل له. مؤخراً أعد حزب الوفد من خلال نائبه محمد فؤاد مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يقول أن به العديد من المميزات التي تصب في صالح المرأة وتحميها من قصور القانون الحالي، وهو ما شهد حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض، وينص المشروع المقترح على حبس كل من يمتنع عن توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المرأة والطفل، كما يحتوي القانون للمرة الأولى على نص يهيئ وجود شرطة متخصصة للأسرة تتولى تنفيذ كل ما يخص الأسرة والمشكلات والأحكام المتعلقة بها. وفي النهاية يظل السؤال قائما، هل يمكن للتعديلات الجديدة أن تأخذ في الاعتبار الحقوق التي كفلها الشرع للزوجة والأبناء، وكذلك الأعراف والتقاليد المصرية بحماية الزوجة وتوفير مسكن لائق لها وللأبناء؟ وهل تستطيع حفظ توازن المجتمع وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.
مرحبا بحضراتكم من جديد. والبداية مع حضرتك سيادة النائبة، نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الحالي. القانون ده الحقيقة أنه سبب مشاكل كثيرة جدا للكثير من الأسر المصرية، بالإضافة إلى طوابير لا حصر لها أمام محاكم الأسرة. هل نستطيع القول أنه القانون المقترح الجديد الذي يعني يتم نقاشه الآن أمام مجلس النواب سيتدارك هذا الأمر، وليه؟ لأنه هيتضمن إيه مختلف؟ أولا قانون قانون الأحوال الشخصية دلوقتي اللي هو بيبقى الرؤية بتبقى لمدة 3 ساعات، ممكن الست بتروح الزوج بيجي لها على آخر نص ساعة، تقوم خناقة بينهم قدام الطفل في مكان عام، وشفنا المشاهد دي كتير وشفنا الكلام ده كتير، بتأذي نفسية الطفل. الحاجة التانية لما بيبقى فيه اللي هو المعاش بتاع الست المطلقة النفقة ما بتعرفش ان هي تجيبها منين، وبنك ناصر لو اديها لها بيديها شهريا وما يديها لاش بأصل رجعي، وبيمسك الناس بس اللي هم لهم وظيفة معينة، الناس اللي هم الحر. لا، الحقيقة القانون ده ناقش النقطة دي وهقولك ازاي. احنا في هذا القانون اهم حاجة بالنسبة لنا الطفل. الطفل حصل إشكالية بين الأم والأب وانفصلوا خلاص، هم شأنهم الاتنين مش طايقين بعض وكده. أهم حاجة أنا أعتقد إن الأم أهم حاجة عندها طفلها، أهم من نفسها، فتحافظ على نفسية هذا الطفل. وكذلك الأب اللي خلف، يعني عايز أقول حاجة، أن يعني أنا لما ناقشت القانون قبل كده في إحدى القنوات الناس فهمت القانون غلط. لا، ده القانون ده يا سيدتي الفاضلة يحميكي ويجعل أول حاجة الاهتمام القصوى بالطفل والفضلة للطفل بتاعك، أني ما يبقاش في الشارع بيشوف أمه وأبوه شوف مشاكل بينهم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الرعاية المشتركة الاتنين، بدل ما خلاص هو سابك ويروح يتجوز ويرمي عليك الطفل، لا، في رعاية مشتركة بين الأم والأب للطفل. الحاجة التالتة اللي نظمها تنظيم العلاقة بين الطرفين في الحقوق والواجبات، يعني لا أحد يجور على الآخر الاثنين. فيما يخص الطفل ولا فيما يخص الطرفين الزوج والزوجة. تنظيم العلاقة بين الطرفين، تنظيم بين الحقوق والواجبات، عليهم حقوق ايه واجبات ايه نظرا للطرفين. مفيش واحد هيبقى يعني هنجور على طرف على طرف وفي نفس الوقت انا بحافظ على نفسية الطفل. طب ما بدل ما يبقى في الشارع ما يروح بيت جدته او جده او بيت باباه، وجدته من حقها تشوفه بردك ام ابوه. يعني ليه نسلم هذا الحق؟ وفي نفس الوقت هم طبعا مخاوفهم كلها، او لما ناقشوني بعد البرنامج اللي فات، طب احنا بياخدوا يختفوا مننا العيال. أولا يخطفوا مننا العيال، دي في عقوبة في القانون 6 شهور حبس إلزامي وليس مع وقف التنفيذ زي ما الناس بتقول، و10,000 على الأقل غرامة. يبقى إذن أي رجل ومنع الطفل اللي هو أمه وأبوه مطلقة من السفر خارج البلاد إلا في وجود الطرفين أو بموافقة الطرفين، يبقى أنا حميت الطفل أن أي طرف من الأطراف ياخده ويسافر بيه. يبقى إذن أنا حميت حقوق الاثنين، حقوق الزوج والزوجة أو المطلق والمطلقة، وفي نفس الوقت حميت ما وجه الطفل ما يشوفش مشاكل ويبقى بيشوف. على فكرة في حديث عن الله سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطع. ليه صلة رحم؟ صلة رحم الطفل الصغير طبعا ما لهوش صلة رحم، ولكن هيبقى برضك موجود شايف جدته وشايف جدته دي، يبقى يحس ان ما يبقاش في مشكله. يعني الطلاق حتى لو كان وقع ما زودش المشكله، اشيلها على راس الطفل بحيث ان الطفل يطلع من الممارسات معقد وغير سوي. احنا اهميه هذا القانون الطفل والام المطلقه ازاي تعرف تاخد نفقتها صح وتاخد تطرق اليها القانون. وزي ما قال التقرير اجمل حاجه انا عجباني في القانون هو وجود الزام بوجود إدارة شرطة أسرية متخصصة وإدارة نيابة أسرية متخصصة. ليه؟ يعني أنا كنائبة بتيجي الست تقول لي ابني جوزي خطف طليقي خطف ابني أو بنتي ومش تروح الاسم عليه مشاكل كتيرة، قتل وسرقة أو مخدرات، يعني حاجة كده على غرار محكمة الأسرة أو محاكم الأسرة. أيوة، يبقى أنا ده شرطة متخصصة دول بس ما وراهمش حاجة، هم اللي منوط بيهم، يبقوا مفرغاهم أنا
للمواضيع دي، للمشاكل دي، يبقى اذا هيهتموا. لكن الشرطه في مهمها دي بتشوف الحاجه دي بسيطه، ايه ده عند ابوه او ايه عند امه، طبعا مقارنه بالاحداث الكبيره. الدنيا هتتحكم اكتر، الحقوق هترجع اكتر، الطفل هيبقى بين الاثنين. المشكله طبعا هيبقى في مشكله ان امه وابوه مفاصلين، بس هتبقى وطأها عليه اقل. تمام، ناخد راي استاذ حسين، ايه رايك في مشروع القانون الجديد اللي بيتم مناقشته في مجلس النواب حاليا، وشايف ايه هي ابرز النقاط اللي المفروض يتم تعديلها؟ هو الحقيقه قبل ما نتكلم عن مشروع قانون لازم نتكلم عن مبادئ الحكمه. مبادئ الحكمه لصياغه مشروع قانون الحقيقه، وهي اللي بتستند على نص دستوري وايضا التزام دولي لمصر وارد فيه المواثيق الدوليه لحقوق الانسان او الاتفاقيات النوعيه الخاصه بحقوق الطفل وحقوق المراه وخلافه يعني. وهذه مساله وارده في الماده 93 من الدستور، اللي هي كانت 151 في الدستور 71، اللي بتتكلم على ان المواثيق الدوليه هي جزء من التشريع الداخلي تصاغ بناء عليها القوانين. وبالتالي تعالي نتكلم في وصلتني الفكرة وبالتالي تعالي نتكلم في هذه الضوابط هي التي تحكم فلسفة المشرع في صياغة مشروع قانون مستقبلي، سواء كان بقى اللي متقدم به سيادة النائب محمد فؤاد أو النائبة عبلة الهواري، أو حتى مشروع قانون المجلس القومي للمرأة اللي بيتكلموا عنه حاليا، أو حتى عدد كبير من المؤسسات والمنظمات واللجان النسوية في الأحزاب اللي صاغوا مشروع قانون مشابه لقانون السيدة. حضرتك عايز تقول مبدئيا إن كل ما ورد ذكره غير موجود في نصوص القانون الحالية المتعلق بقانون هي غير موجودة في قوانين أحوال الشخصية الحالية، وأيضا ما تمش الإشارة ليها بجدية في كل مشروعات القوانين الحالية التي تم تقديمها من كل الأطراف الحقيقة. نحن يعني أنا شخصيا مش مع فكرة نظام الرؤية بالمرة، ومش مع مصطلح الاستضافة ولا الاصطحاب، لأنها مصطلحات لا تنطبق على علاقة الطرف غير الأب أو الأم بالطفل، ومع فكرة الرعاية المشتركة والمعايشة التي تحدثت عنها سيادة النائبة حاليا يعني. وهذه المسألة أكلم طيب ولا إيه؟ أنت خمس ستات يعني الجملة اعتراضية بتقول لك يعني استضافة إحنا نختلف على الجوهر مش الكلمة، الكلمة في الآخر توصيف عادي. لا بالعكس إحنا كده متفقين. الكلمة عايزين نقننها ليه؟ عايزين نقننها لأن اللفظ القانوني وارد جدا الطعن على مادة دستوريا، وبالتالي الاصطحاب والاستضافة ربما يكون ليه تفسير آخر عند أحكام قضائية معينة، يعني عند من يصدرون الأحكام القضائية. من هنا إحنا ممكن نتكلم على إنه في مواد في المواثيق الدولية تحقق المصلحة الفضلى للطفل الواردة في المادة 80 من الدستور، اللي بتتكلم عن إيه؟ عن حقه في رعاية مشتركة ومعايشة بين أهله عند وقوع الطلاق. وهنا المادة 7 و8 و9 في اتفاقية حقوق الطفل تحدثت عن الطفل المنفصل والديه، كيف تكون حياته مع ترتيباتها. ده بخلاف كمان المادة 25 و26 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللي بتتكلم على الولاية عن نفس، وأيضا تفسير الولاية التعليمية اللي للأسف شديد بيصدر بها قرارات وقتية في المحاكم في النظام الحالي طبقا للقانون. وبالتالي إذا كنا بنتكلم على أن ضوابط الحكمة لصياغة مشروع قانون هي الدستور والمواثيق الدولية اللي مصر ملتزمة بيها، هنا إحنا بنتجنب مشكلات كتير. الأمر الثاني إيه هو؟ إحنا بنطلب من الدولة أنها تتدخل عشان تحمي نفسها الحقيقة، تحمي نفسها، لأن طفل الشقاق بالتأكيد عنده أزمات اجتماعية كتيرة لما بيظهر في, 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 في مرحلة المراهقة مع تربية منقوصة. ما بنقولش لفظ حاجة غير منقوصة، يعني إيه؟ يعني كان لازم تكتمل بوجود طرف غير الحاضن، سواء كان الأم ولا الأب. القانون بقى بيحقق هذه النقطة. هذه المسألة أنا في تقديري، بس أنا هقول لحضرتك حاجة بس في النقطة دي عشان قبل ما أنسى. يعني دايما الناس اللي بتنفصل وبتبقى فيها إسكس، عندها إسكس وعندها مبادئ، وبتبقى ده بين ده وبين ده، العيال ما بتحسش بمشكلة، وعلى فكرة العيال بتطلع أسوياء خالص، وما بتبقى زي ما بتقول منقوصة، لأن إيه في يعني هما في يعني تواصل بشكل تواصل ومتعلمين إن هو إيه في عندهم سياسة الاختلاف لا تفسد للود قضية. طيب واخد بال حضرتك الاستثناءات اللي بتكون موجودة في القانون عشان ما نقولش بس إن الأطفال اللي أهاليهم مطلقين منقوصين ليس بمنقوصين. لا هي تربية نفسيا تربية منقوصة بالفعل، لأنها لم تكتمل بحضور طرف غير الحاضن. هو وضح لو في طرف مش موجود في حياة الطفل عن الطرف الآخر في بالتأكيد مشكلة، يعني في بالتأكيد مشكلة. ولكن بقى هنا أنا عايز إيه؟ عايز الدولة ما تدفعش الثمن، لا تدفع الثمن في ظهور عنف مجتمعي
ناتج عن هذه التربيه المنقوصه، الدوله تتحمل ايه مسؤوليه اختيار طرفين، او نوع انا الدوله اللي هي تتحمل مسؤوليه اختيار طرفين. انا حاجه من الاثنين، يتكلم يخلي الاستاذه النشطه. طيب خلينا كل بس حد يتكلم تربيه منقوصه. طيب لاني على فكره ممكن الاب يموت او الام تموت. اتفضلي يا فندم. وفعلا العيال تتربى كويس جدا، من هنا هو وضع في حاله عدم وجود طرف في حياه الطفل عن الطرف الاخر. ماذا يعني وجود طرف غير حاضن على قيد الحياه وتعنوا الطرف آخر عدم تربيته؟ طيب معه أستاذ حسين، عشان برضو ندي كلمة سريعة لأستاذة سالي، هل تتفق مع مشروع 10 مرات لحد دلوقتي؟ لا هي لسه ما قالتش حاجة. هل تتفق مع مشروع القانون الجديد؟ شايف أنه أفضل من القانون الحالي؟ القانون الجديد فلسفته لابد أن تنطلق من هذه النقطة حقيقة. وفي هذه المسألة أمور كتير ربما لو طرحت على نقاش مجتمعي، الحوار المجتمعي يتأجل في البرلمان نتيجة ظروف ما، ومن منتظر أن يتم مناقشة هذه النقطة المهمة اللي كنت بتناقش معها مع سيادة النائبة الخاصة بسن الحضانة اللي هو 7 و9. ويمكن فلسفة القانون قبل ما ندخل في الجزئيات دي برضو عشان ندي أستاذة سالي دورها وحقها في الكلام، رأي حضرتك إيه أستاذة سالي على مشروع القانون الجديد؟ وخلينا نقول برضو شايفة إيه هي أبرز النقاط والملفات اللي المفروض يتم تعديل عليها، لكن يكون عليها ضوابط محددة بشكل محدد، لأن حضرتك عارفة أنها تكون شائكة جدا، زي ما قلنا طرف يقول لا في محاباة للطرف على الآخر. بس خلينا نقول أن أطفال مصر اللي الأب والأم فيهم منفصلين عندهم حالة عدم الشعور بالأمان النفسي، وأخيرا الدولة أدركت فكرة أن المجتمع المصري عندنا النهاردة الجيل الجديد اللي طالع لا هو حاسس بالأمان المجتمعي ولا هو حاسس بالأمان النفسي. علشان إيه؟ عشان في أب وأم اختاروا بإرادتهم المنفردة أن هم ينهوا حياة، الحياة دي بتخص طرف ثالث. فايه اللي تم مع وجود محامين بيشتغلوا على ملفات الاحوال الشخصيه، سواء بحكم ان هم مهنيين في المحاكم او بفكره ان في منظمات حقوقيه بتشتغل على حقوق الطفل وحقوق النساء. حضرتك منهم بالمناسبه. انا اشوف ان انا اكون محاميه والمكتب مختص الى حد ما بقضايا الاطفال والنساء. اكتشفنا ان عندنا 3 مشكلات رئيسيه، ان في نزاع ما بين سن الحضانه طول الوقت، هل هو ينتهي عند بلوغ الصغير أو الصغيرة 15 عام، ثم بعد 15 عام بتنتقل الأطفال إلى الطرف الآخر؟ لا هو مش الأب، وفقا للتجارب بتبقى الجدة، جدة الأم، ثم جدة الأب والعمات. المشكلة بقى أن القانون بيقول لك في 15 سنة يخيروا وينتقلوا إلى المين؟ إلى الأب. النهاردة عندي مشكلة بعيد قوي عن فكرة انتقال حضانة 7 سنين و9 سنين. النهاردة لو الأطفال وقفوا قدام المحكمة اللي هو المفروض ان القاضي بيخير البنت والولد، هيختار اللي عاش معاه طول الوقت؟ لا انت عندك مشكلة اكبر. لو اختار ان اللي عاش معاه طول الوقت اللي هو الام او الجدة الام في حالة زواجها، النهاردة كون بيقول لي ايه؟ الطفل ملهوش حق ان هو يطلب مسكن من الاب. فالنهاردة انت مفروض ان الام لو هتاخد الاولاد عشان تكمل تربيتهم هي اللي توفر لهم مسكن، تتكفلي انت بيهم، وارد ان تكونش بتشتغل، او لو بتشتغل مرتبها ما بيكفيش انها تدفع 1500 جنيه حد ادنى للايجار، لان النهارده طبعا كلنا عارفين ان احنا في تزايد طول الوقت في الاسعار. ففكره النهارده يا جماعه بتتخانقوا على ايه؟ بتتخانقوا على 7 سنين حضانه ولا 9 سنين حضانه؟ ده انا عندي مشكله اكبر بدفع ثمنها الولاد. فكره بقى ان القانون الحالي المقدم امام مجلس النواب ان انا يبقى سن الحضانه 7 سنين أو 9 سنين للبنت، بترجع تقديرها لمين؟ أعطى للقاضي السلطة التقديرية في أن هو الأطفال النهاردة يبقوا مع الأم أو مع الأب. طب النهاردة مين اللي بيحكم؟ طرف ثالث هي هو القاضي. بتزين الأطفال محتاجين حنان الأم من ناحية الأمان النفسي، فأوتوماتيك القاضي هيعمل إيه؟ هيحكم بوجود الأطفال. طب تعالي النهاردة في بعض الحالات، في حالة أن الأب مدمن أو الأب غير قادر على الإنفاق بموجب أحكام قضائية حصرت عليها الأم، هل الأب ده يستحق أن هو ياخد الولاد وفي احكام قضائيه صادره ضده ان هو ما بيصرفش؟ بني منطق القانون بني منطق ان انت تطلب حقك وانت ما بتصرفش على اولادك؟ القانون في واحد. النقطه دي اتنين، فيما يخص الرؤيه انا وكل الناس ضد فكره ان الاطفال يتم تنفيذ احكام الرؤيه داخل سجن اشبه بمركز الشباب. طب فيما يخص الاستضافه، الخناقه فين النهارده؟ الاستضافه، طب هو بعض الامهات خايفين ان الاب ياخد الطفل ويسافر بيه خارج مصر، فالقانون عمل ايه؟ عمل حمايه او ضمانه من السفر. ماشي، طب ماذا عن او في حاله ان الاب اخذ الاولاد وانتقل بيهم لمحافظه تانية؟ فين الضمانه القانونيه هنا؟ امنت لي العيال ازاي؟ النهارده الاب الموجودين في القاهره خدهم راحوا اسكندريه، راح الصعيد،
خد الاطفال اثناء تنفيذ الاستضافه هيبلغ عنه في كل الاكمنه انه هيصدر في كل سجن و10000 جنيه لو ركب القطر. القانون كاتب لو ركب القطر وما كانش فيه كمين هيعمل ايه؟ لو بعربيه خاصه هتعملوا ايه؟ هتضمنوا ازاي يعني بنركبه بالظبط؟ فكره ان انت هتعملي له الامانات ازاي؟ وارد ان هو ما يدخلوش مدرسه. القانون الجديد لما يتطرق في مشكله اكبر، الولايه التعليميه. بعض الاباء معترضين ان ازاي تبقى الولايه التعليميه للام؟ طب ما بديهي ان الولايه التعليميه للغير للحاضن ايا كان جده او ام. بس الفكره في ايه؟ انتم معترضين على ايه؟ في بعض الاباء بيروحوا يسحبوا الملفات من المدرسه بمنطق ان هو مدارس عامه بعد الخاص، ولا وحتى لو مش مدارس عامه، خلينا نقول هو في حكومه بس هو مش عايز يكمل تعليم الطفل. ماني منطق؟ في اب سوي النهارده بينتقم من زوج من طليقته ان هو يضيع مستقبل صغاره، وعندنا حالات موجوده بالفعل. عشان كده وزير التربيه والتعليم قال ايه؟ الولايه التعليميه اوتوماتيك تنتقل لمن بيده الصغير. فكره النهارده طول الوقت بنتكلم في نقل حضانه 7 سنين 9 سنين، انا عندي مشكله اكبر. تنفيذ الاحكام النفقات، تنفيذ احكام النفقات مهمة جدا. ما بنعرفش ننفذ احكام النفقات على الرجال لثلاث اسباب. نمره واحد، اني ما عنديش شرطه مختصه بتنفيذ احكام الصادره في شؤون الاسره. تمام، فده احنا بنناشد. ما عنديش حد ادنى لنفقه الصغير. ايه 400 جنيه بيتحكم بها للصغير؟ بانهي منطق 400 جنيه دول هيكفوا مدارس ولا يكفوا اكل ولا شرب؟ حتى لو الام داخله طلبت مصاريف المدارس، مصاريف المدارس الحكوميه كام؟ 100 جنيه هتعمل ايه؟ المشكله في الاكبر كمان ان النهارده بنك ناصر بيقول لك مش هنفذ الاحكام باثر رجعي. فبتضطر تاني تدخل المحكمه بحاجه اسمها ايه؟ متجمد نفقه. يعني النهارده هيتحكم لها في شهر 10، تمام، انها تستحق نفقات من شهر 10/2017 واحنا في 2018. السنه دي بنك ناصر مش بيصرفها لها، بطلت طيب. ندخل بيها المحكمه عشان ما حاجه اسمها متجمد. طيب. مين بيدفع الثمن؟ اسمحي لي انتقل لسياده النائبه دلوقتي. يا سياده النائبه، دائما او معظم المشاكل دائما في تعنت الام في موضوع الاستضافه او الرؤيه اللي عامله مشاكل، اغلبها بتبقى بسبب امتناع الاب عن دفع النفقه او المصروفات الخاصه بالطفل، وايضا التزاماته تجاه الزوجه لو في نفقه او غيرها. فهي بتقول لك هو مش ملتزم اصلا بالتزاماته تجاه الطفل او تجاهي، يشوفوا ليه. فدي اللي بتعمل مشكله. على فكره القانون تطرق الى هذه النقطه، قال لك اللي ما يدفعش نفقه وما يصرفش على عياله مش من حقه ان يشوفه او يتحرم من الخدمات الالكترونيه. يعني لا، واخد بال حضرتك، يعني انا دلوقتي انت ليك اولاد، المفروض في احنا بنقول اهم حاجه الطفل في رعايه مشتركه من الاثنين، علشان زي ما بيقول الاستاذ ما نقولش فيه نوصم الابناء المطلقين او المطلقات بانهم منطقسين. لا تماما، لو احنا نفذنا القانون ولو احنا بنشوف الناس اللي بتنفصل بود وكده عيالهم بيطلعوا احسن عيال، واحنا عارفين ان المراه المصريه ممكن جوزها يموت وهي اللي تربيهم لوحدها ويطلعوا احسن عيال ويطلعوا وزراء. انا شايفه ان الكلمه دي مضايقاكي، بس هو لا فعلا ما قصدش. لا لا لا، انا اكيد ما لا 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 لا، لان عندنا نسبه كبيره جدا. لا لا، هو بيقصد برناس يا فندم، يعني امر مهم جدا. احنا زي ما قالت الاستاذه في الاول، احنا اعلى نسبه في الطلاق في مصر. شوف بقى الاولاد دي كلها اللي هتسمع الكلام ده، يعني ايه تزعل من الوصفه؟ بنتكلم عن اللي بينهم مشاكل، مش بنتكلم في المطلق، مش بنتكلم في المطلق. خلينا في ما تعديش يا فندم لسبب واحد بس حضرتك، انا بتكلم في الشق النفسي، مش بتكلم في احنا القانون ده مخرجات التربيه. انا بقول لحضرتك، ما بقولش ان في ست اطفال بيغلط، لكن بقول ما فيش ولد هتكتمل تربيته. طب يا فندم اديني اراء. ممكن استاذنكم انا الكلمه معايا، الميكروفون معايا دلوقتي. سياده النائب، استاذنك ثانيه واحده، وايضا ضيوف الكرام، خلينا طيب نروح نشوف يعني جرافيك عن نسب الطلاق في مصر الفتره الماضيه.
عودة مرة أخرى لحضراتكم. سيادة النائبة بنتكلم عن قانون يعني الأحوال الشخصية اللي حضرتك ذكرتي أهم النقاط فيه. أخيرا كنا بنتكلم عن أنه الأب الغير ملتزم تجاه أولاده ب يعني كل مصاريفهم وكل طلباتهم, فده مش من حقه, ده مقر في القانون يعني هيتم تقديم. أيوة أيوة, هو ما بيصرفش عليهم يعني. أنت دلوقتي عندك أولاد ولدتها حصل انفصال لأي سبب سواء عندك أو عندها. طيب أنت قلتي نقطة مهمة. النقطة الثانية اني برضك الاب اللي عليه علامات استفهام يعني مدمن عليه احكام جنائيه عليه كلام زي ده ما ينفعش ان ياخد ابنه ويستضيف يعني لها سلطه تقديريه للقاضي. يعني دي برضك موجوده في القانون. القانون عالج النقطه المهمه جدا اللي قالتها الاستاذه سالي اللي هي النفقه. الست لو هي ما عندهاش دخل خاص او لو عندها دخل على قدها ازاي لو ما خدتش نفقه تقدر تكمل مصالح اولادها وتعليم اولادها او كلام زي ده؟ دي مشكله المشاكل. طب هنحكم النفقه الحاليه لا القانون منظم الكلام ده. لا حضرتك قلتي انه القانون منظم ده او سهل انه ينظمه لما يكون مصدر دخل الزوج معلوم. لكن لو مصدره مش معلوم والكثير ممكن يبقى يعني غني وثري ثراء فاحش لكن يقولك انا ما عنديش مصدر دخل. اثبتي بقى. قال لك لما اعمل نيابة أسرة متخصصة, إدارة نيابة أسرة متخصصة, الأول كان شيخ الحارة ينزل ويدي أي تعليمات ما دال الدور قرشين وخلصت. ده لا, ده النيابة بنفسها, وانت عارفة قضاءنا الشامخ وقضاءنا الايه الـ 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 يعني السيف في حق. فلما إدارة النيابة الأسرة المتخصصة هي اللي تتولى تكون بيها منوطة بمعرفة ده هتقدر تجيب بالظبط النيابة يعني هتتحرك تحريات سليمة وهتقدر تجيب الدخل مظبوط ازاي مش بشيخ حارة أو بأفراد. فدي نقطة جميلة جدا في القانون إن أنا أقدر أعالج النقطة اللي أنا ما كنتش عارفة أعالجها في القانون الحالي اللي بيتهرب من الدخل بتاعه. هبقى تنفيذ الأحكام بيبقى معها أحكام ومطرفش تنفذه لعدة أسباب, منهم أنه هو مسافر خارج البلاد ودي مشكلة كبيرة جدا ومتطرقش لها القانون. الراجل اللي بيصرف اللي بيبقى سافر خارج البلاد صعب أنك أنت تنفذي على الحكم لأنه هو ما فيش أحكام ملزمة أو ما فيش الاتفاقات الدولية ما بتنفذ في نقطة دي موضوع للأسف. الأحوال الشخصية يعني مشاكل لا مش قصة كمان الأحوال الشخصية. ما عنديش ضمانة في القانون بتقول أنها نفذ الأحكام على الرجال صدر ضدهم أحكام وهم مسافرين خارج مصر. كمان السباك النجار المحامين كل دي الصحفيين اللي هم مش مقيدين في بعض الصحف اللي انا ممكن اتحرى عن دخله دول كلهم ما بقدرش انفذ عليهم احكام. في محددات بقى بتنزل زي ما كانت بتنزل يعني التضامن عشان تنزل تشوف البيت شكله ايه الدخل شكله ايه كل ده كله اتعمل. انا بتكلم بعد ما صدر حكم ما بنعرفش ننفذ على لا صحفي ولا سباك ولا نجار. يا فندم لما تكون اداره نيابه متخصصه واداره شرطه متخصصه في القانون ان شاء الله هيبقى في تفاؤل واحسن على الاقل احسن من القانون مع القرار اللي طلعته وزيره الضمان الاجتماعي. ولكن انت نقطه بتقوليها مهمه جدا برضك انا بيعجبني نقطك اللي هي ايه الراجل اللي خارج البلاد دي لازم القانون يوضع له يعني احنا من خلال الاعلام ومن خلال برضك ان انا عندي حوار مجتمعي بكره على فكره في نادي المحامين وقلت لك تعالوا لقدام السيرك القومي ان احنا فعلا نشوف الناس ايه اللي عايزاه وايه المشاكل. ممكن نضيف لان القانون لسه لا تناقش في اللجنه ولا نزل القاعه احنا لسه في الحوار المجتمعي. وانا بوصل صوتي وصوت المتضررات لحضرتك من خلال الشارع بنوصل صوتنا ان احنا في الاحكام واحنا عشان هو ليه راي مختلف شويه. احنا مع فكره وضع ضوابط وضمانات في تنفيذ الاحكام تربطي الخدمات الحكوميه يعني هو راح يجدد البطاقه بتاعته تمام. او راح يطلع الباسبور بتاعه نوقفي له ده بقى نوقف له ده علشان مين مش عشان الست يا جماعه علشان الطفل بس هو ده اللي عايزينه. فندم بره لما الواحد بيمشوا في المرور انا رحت امريكا عند بنتي الف فبقول لها قالت لي عارفه لو انا اتخطيت البتاع تلاقي واحد طلع لك اداكي تيكت لو رحت اي مصلحه حكوميه لا يمكن تعملي حاجه غير ما تدفعي التيكت. واحنا عندنا اطمنك احنا عملنا اوتوميزيشن ميكنه للصحه وان شاء الله هنعمل ميكنه لمعظم الجمهوريه حته حته كده. انا بطالب بالقضاء بردك وان شاء الله هنبقى قادرين في السجلات والحاجات دي ان احنا فعلا نقدر نحكم الموضوع. طيب اللي بتقول رايك يا استاذ حسين وتحديدا في بعض النقاط اللي اثيرت اللي تهم الرجاله موضوع الاستضافه خلينا نقول المعايشه زي ما حضرتك قلت السن بقى سن انتقال الطفل. لا هو بس في نقطه اساسيه انا عايز اوضحها بس لكل الحضور اتفضل وهو انه لما يجي يظهر مشروع قانون بتظهر معاه جماعات الضغط اللي بتدور على مصلحه فئه معينه
اعتقادا منها انها لو خدتها انها تستوي الامور داخل المجتمع. وده اللي تحقق في تعديلات القانون في رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتعديل بعض اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصيه. ومع ذلك فضلنا 18 سنه الستات بتشتكي من نفقات زي ما في رجاله بيطلع ضدهم احكام قضائيه باعلى من الدخل بتاعهم نتيجه التحريات المضروبه. وبالتالي حضرتك احنا بنتكلم في ايه؟ المنظومه كلها فيها مشكله. في يوم من الايام الدوله لما شافت الدعم بيتسرق بتاع الغلابه في الدقيق بتاع الخبز ولا في السلع التموينيه ما كانت كل حاجه فوصل الدعم المستحقين. احنا بنتكلم في اصلاح المنظومه الضريبيه لتحقيق عداله فيما يتعلق بنسب الدخل المقرره لابناء المطلقات والمطلقين في النفقات. بنتكلم عن الحره. لما اتكلمت في ده كان عندي تقدير انه المحامي اللي يخش له حد وكيل او متقاضي يعني موكل او متقاضي يتعمل عقد يتقال فيه نسبه الاتعاب. ساعتها جوه التوكيل تذكر نسبه الاتعاب، لكن في فئات حضرتك دخلها اعلى بكتير الف مره مش من مصلحتها انه يتم تقدير جديد لإصلاح منظومة الضرائب. عشان كده إيه؟ عشان كده طول الوقت هم حابين القانون ده زي ما هو. بس بيطرب من الضرائب وبالتالي كمان. طبعاً. وبالتالي إحنا عايزين نقول إيه؟ نقول إنه إصلاح النظام الضريبي هيضمن أولاً الدولة تاخد حقها من أي حد بيكسب فلوس. ثانياً يتم تقدير النفقة على الدخل الحقيقي لمين؟ للراجل. كده كويس؟ يبقى إحنا كده حلينا المشكلة من عند الدولة. ما حليناش من عند حد تاني. الأمر التاني إيه هو حضرتك؟ هو إنه نظام قاضي التحقيق لو رجع لمحاكم الأسرة يا سيادة النايبة، إيه اللي هيجرى ساعتك؟ اللي هيجرى إنه من جديد هنشوف نموذج تاني مختلف للتحقيقات الأولية في كل القضايا بما فيها الرؤية والنفقات وأيضا الطلاق والمخالعة وخلافه. من هنا ممكن نقول إيه؟ ممكن نقول إن مكاتب التسوية اللي إحنا بنعاني من أزماتها، المحضرين بنعاني من أزماتهم، كل المنظومة الإدارية اللي هي حوالين شخص القضاء في محاكم الأسرة ربما ينصلح حالها بوجود قاضي تحقيق حتى مش عضو نيابة مع احترامي للنيابة. الجزء الأخير هو إيه حضرتك؟ هو إنه عمرنا ما جينا نقرر إن إحنا نربط كلمة رعاية مشتركة أو استضافة أو اصطحاب أو كل الألفاظ حتى اللي كررتها حملات كتيرة جدا جدا واعترضت عليها حملات أيضا كتيرة بفكرة النفقة، لأن النفقة حق والرعاية أيضا حق. وبالتالي ما ينفعش يتقال معاها أنه في حد ربما يكون حواليه مشكلات، لكن ما ينفعش كلمة أن أنا أحرم الطفل من رؤية أبوه حتى لو كان في مشكلة فيما يتعلق بجزئية النفقة. المسألة دي تقديرية وممكن نطرحها لحوار مجتمعي، إلا أنه الرجل اللي رافض أنه يصرف على أولاده هو راجل بالضرورة متخلي عنهم خلاص. ما هو ده سبب مشكلات كثير من النساء. انت هي تبقى عارفة دخلك وانت مش راضي تصرف على الطفل ولا تديله نفقه وطالب تشوف في قضايا في التحقيقات طبيعي سلوك بشري هتتعنى. وفي المقابل في احكام النهارده بترفع دعاوى على الراجل دخله بس 5 قروش بيتم صدور الرعايه المشتركه 10 قروش في ده. دي القضايا اللي احنا بنسمعها دي يا سياده النائبه احنا ما سمعناش عنها. شيل المسؤوليه عن الست شويه. ما سمعتش انا كصحفي عن قضيه اسمها ان في واحده راحت ترفع قضيه على جوزها عشان خاطر يشوف ابنه. لا موجودة يا أستاذ حسين، طلع عليها لي من بكرة. ما احنا مش عايزين كل المحاميات اللي بنظرهم بيتكلموا على حاجات حقيقة مش موجودة غير في مكاتبهم وعمرنا ما شفناها. لا مش مكاتبهم، موجودة في المحاكم طيب خلاص نقطة نظام. خلينا ننضبط في هذه الجزئية. كلام معايا دلوقتي وانا بوضح. كلام معايا وانا بوضح. دي احصائيات موجودة في الدولة. طيب مركز عشان بس الناس تفهم وتقدر تعرف وتقيم هذا القانون. رأيي بينطلق في اتجاه اولا حمايه المجتمع من اسر الشقاق اللي ممكن نتائج مشاكلهم تنعكس على المجتمع بالزبط. لما حد يجي يقول ان في رقم 9 مليون طفل شقاق انا ما بجيبوش لا من منظمه حقوقيه ولا نسويه ولا حزنون، بجيبه منين؟ من جهاز التعبئه والاحصاء. لما يجي يقول لي ان في مثلا 5 مليون حاله طلاق لكن عدد المطلقات وصل ل 470,000 يبقى جهاز الاحصاء هو اللي بيعد عنده. لحد يتكلم بقى في قضيه نوعيه ولا يحزنون، لان القانون الحالي يا سياده النائبه أبقى على حالة ظلم بين لكل الأطراف. تمام؟ اللي هو وبالتالي القانون اللي موجود. موجود. لكن اللي مطرح المطروح. هطرح على ساعتك. اللي مطروح. هطرح على ساعتك. هل ليك مؤاخذات عليه؟ كل مشاريع القوانين التي تم طرحها طلعت على 5 مشروعات قوانين. يا فندم أيوه. كده موجودين حاليا. النقطة اللي مش عاجباك إيه؟ أولاً لابد أن تنطلق فلسفة المشرع في جزئية الرؤية والاستضافة و من نص دولي ودستوري. هذا النص الدولي والدستوري هي التزامات على الحكومة والبرلمان أن تراعيها
أنت رايح. حضرتك بتقول إن ده موجود في القانون، ده مراعي هذه الكلام كويس جدا. حضرتك بقى ما نخليش. طب أنا أقول لك حاجة إيه؟ بس لو سمحت أنا سمحت إديني الميكروفون شوية. لا بس أنت معاكي ورقة وقلم، معاكي ورقة وقلم، سجلي النقاط بعد إذنك، سجلي النقاط اللي أنت عايزاها عشان تعلقي عليها براحتك بس عشان نسمع. تظل في السلطة اللي مش عاجبك وإن أنا عايزك تقول لي إيه اللي مش عاجبك. أنا بسمع، أنا بكلم حضرتك أهو، بقول لك مش عايز قانون يسيب الأمور يا فندم. أنا كلامي واضح أهو حضرتك، عايزة نقط محددة، نقط محددة ما نطرقش أي حاجة في القانون. ما تقولش أي حاجة، قول المادة الفلانية فيها عوار كذا يا فندم بعد إذنك، بعد إذنك عشان نصلح الدنيا صح. بعد إذن شاتك بس، بعد إذن احنا عايزين حوار بس. استأذنك بس، خلينا نسمع منه وجهة نظره، لأن هو بيعبر عن وجهة نظر وشريحة كبيرة جدا. هتحط قدامنا حضرتك ونعمل إيه؟ وهنمسك مادة مادة. طيب التصويت عندكم يا فندم في البرلمان بيتم كده مادة مادة، تصلحوا إيه هنا وبيدوا لكل نائب 3 دقايق ولا 5 دقايق تحدد مستقبل. أنا بتكلم في فلسفة المشرع لازم تنطبق. ممكن حضرتك تحدد لي إيه هي المواد اللي أنت معترض عليها؟ أنا بدون مواد معترض عليها، أنا عايز فلسفة المشرع تنطلق من نص دستوري ونص دولي، الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذا ما حدث، لا تترك وهذا ما حدث يا فندم. بالظبط كده، لما يحصل بقى هذا ما حدث ما تسيبيش سلطة تقديرية للقضاء، خلي يعني ايه اب مدمن النهارده واروح اسلمه الاطفال مبادئ ان الارض يدخل النهارده بنص، خليها بنص، خليها بنص، خليها بنص، خليها بنص، خليها بنص. ما هو النص قال سلطه تقديريه لا لا لا, لا, لا خليها بنص، خليها بنص. طيب يعني هي دي وظيفتها برد على النقاط الثانيه، في نقاط ثانيه. لا دي ابرز على فكره السلطه التقديريه بتيجي من التحقيق. احنا بس عايزين نوضح تحقيق في سن، بعد اذن حضرتك، لا يوجد تحقيق في قضاء في قرارات الولايه التعليميه تصدر بدون تحقيق حتى بما فيها من بما فيها من قرارات، وايضا قرارات التسليم الصغير المفروض ان الولايه التعليميه تبقى مع تصدر رغم ان الولايه عن نفس تصدر بدون تحقيق في هذه المساله. الولايه التعليميه ما ينفعش يبقى فيها وبالتالي تحقيق. لا لازم يكون فيها تحقيق حضرتك، تحقيق في تحقيق الولايات في المدرسه. ثانيه واحده بس حضرتك دلوقتي، المفروض ان الولايه التعليميه اللي معاه ولايه النفس يعني اللي هو مسؤول عن الصغير، الصغير دي بديهي، والولايه التعليميه الماده 26 من الاعلام العالمي لحقوق الانسان بتقول ايه؟ بتقول للاباء على سبيل الاولويه، تمام كده، الولايه التعليميه التعليم الخاص بابنائهم. القرارات بتاعت الولايه التعليميه دلوقتي بتقول لك ايه؟ بتقول لك للحاضن. طب افرض الحاضن دي واحده راحت غضبت عند ابوها 5 6 شهور، دي حالات فرديه، ما عندهاش احصائيات، دي حالات فرديه. لما احكام الخلع اللي بتتكلم عليها في 57% من قضايا التطبيق، ماليش دعوه بالخلع، احكام فرديه لا انتوا خدتوا كده. وبالتالي حضرتك بس انا هختم بكلمه صغيره، ايه هي؟ لا انت لسه معاك، لسه هنتكلم. اتفضلي. طيب اتفضلي يا استاذه سناء. خلينا نقول يعني ايه سلطه تقديريه عشان بس يعني ما نبقاش ما بنوضحش دور القاضي في القضيه ايه. النهارده على سبيل المثال، النهارده عندي نفقه، النفقه دي عشان القاضي يحكم بالنفقه بيضطر ان هو يعلن الاب الاول، بدخل محكمه الاسره فيما حاجه اسمها تخص التسويه، بنعلن الاب مره ما بيجيش، بيكلموه في التليفون ما بيجيش، بيعلنوه تاني مره ما بيجيش، بنطلع مع بعض فوق فين للمحكمه بنعلنه مره كمان غير المرتين الاولانيين ما بيجيش، المره الثالث الرابع ما بيجيش، تمام. اول ما يصدر ضده حكم بموجب ايه بقى؟ تحريات. هو ليه الحق ان هو يحضر قدام القاضي ويطعن على التحريات لو كانت كما يزعم صديقي استاذ حسين متولي ان هي يا فندم ان هي ترفض التحقيق مش صحيحه، تمام. بيفوض انا النهارده اللي حصل محكوم ب 400 جنيه نفقات، واضح على قضاء الاستقرار. لا يا جماعه مش هينفع، لا مش هينفع كده، مش هينفع ان احنا كده بنشوش المشاهد. وبعدين استاذه سالي، استاذ حسين وسياده النائب، مش هينفع كده، لانه احنا هدفنا في الاول وفي الاخر نشرح موضوع القانون الجديد للأسر المصرية فتفهم بكلمته. لكن وكمان عايزين حاجة مهمة في السياق، احنا نتكلم عن فائدة هذا المشروع الجديد وإيه اللي هيقدمه للطفل والأسرة المصرية. مش عايزين نتكلم عن المشاكل اللي موجودة دلوقتي في المحاكم واللف والدوران بالقانون. ده مش مهم بالنسبة لنا دلوقتي، لا انت تكلم في الماضي اللي هي جاية تكلم فيه. استاذ حسين، انا ما فيش حد يقطعك، فيما يخص النفقات زي ما بنقول النهاردة عندي تحري، تمام. التحري ده مين اللي بيتحقق بيه؟ المفروض ان هو رجال الشرطه. في القانون الجديد عشان خاطر حاله اللغط او حاله اللبس اللي موجوده وحاله الاعتراض، في القانون الجديد قال ايه؟ في نيابه اسمها نيابه الاسره، هي اللي هتبقى مختصه باجراء التحريات. ادي احنا حلينا اول جزئيه. فيما يخص بقى نقل الحضانه او الاستضافه او الرؤيه او الاصطحاب او الرايه المشتركه، كل الالفاظ اللي بتطرح في الاعلام حاليا مش هنختلف. المهم تحقيق الغرض ان الطفل يبقى في حاجة اسمها رعاية مشتركة ما بين الأب والأم المنفصلين أو المطلقين. الفكرة مين اللي هيحدد ده؟
عندي بعض الحالات الفردية اللي بقت كتيرة وفقا للإحصائيات الموجودة في حالات الطلاق. أغلب أسباب الطلاق الموجودة لإما إدمان لإما ضرب أو إهانة. بناء عليه النهاردة أنتوا بتقولوا هتسلم الطفل للغير الحاضن سواء أب أو أم، مين اللي هيحددها؟ ما بدينه يخش يبقى فيه تحقيق قدام القاضي، التحقيق ده بيعمله اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي، ثم يصدر الحكم القاضي. يعني مش قاضي تحقيق والازهر، يعني تمام؟ مش قاضي تحقيق. اذا في تحقيق حصل في القضيه، في تحقيق حصل في القضيه، هرد على الاخر مين بقى اللي بيحكم ويصدر الحكم؟ قضايا محاكم الاسره كلها في النهايه، كل الاداريين اللي حوالين مهام القضاء استاذ حسين. انت اتكلمت قلت وجهه نظر، والاستاذ اتكلمت، ممكن انا ارد لو سمحت؟ يا فندم انت بتتكلم كلام مرسل، احنا عايزين نتكلم مرسل يا فندم. طب انا هرد على كلامك. اولا بالنسبه للقاضي انا هرد على حضرتك في كلامك. اولا القاضي موجود، ما بتسابلوش زي ما انت بتقول حاجه تقديريه. القاضي في هذا القانون القاضي ومعاه اخصاء اجتماعي زي ما هي قالت، ومعاه رجل دين ومعاه طبيب نفسي عالم دين. يا فندم او رجل دين، انت هو عالم دين يعني الكلمات ماشي في حد ذاتها مش هتهي مشكله. احنا ماشي يا استاذ حسين، اتفضلي يا ست نايف. انت زيبني من عند الحسين، شرف ليا طبعا. الله يخليك. فهو القاضي معاه الكلام ده ومعاه التلاتة. الحاجة التانية دي النقطة اللي انت بتقول عليها، معاه ايه القانون في نفس الوقت. في نقطة مهمة جدا، يعني لما يمكن ربنا يكرم لما يبقى في رجل الدين او عالم الدين ويبقى في الطبيب النفسي ويبقى في القاضي والاخصائي الاجتماعي، يمكن ربنا يصلح الحال. ليه انا عايزه العيال يبقوا طرف، الاطفال يبقوا طرف نزاع؟ احنا القانون ده بيعالج اهم حاجه، الطفل ده ياخد الـ 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 الاهميه القصوى والاهميه الفضله. هو معترض على ايه؟ احنا عايزين لا ما انا بتكلم واحد اتنين تلاته، انا عايزه الكلام يبقى محدد علشان انا عايزه النقط اللي انت عايز. يا استاذ حسين، يا استاذ حسين، الحاجات اللي انت عايز تحطها في القانون يا استاذ حسين، الحاجات احنا لسه بنناقش القانون من خلال الاعلام. يا جماعه يا جماعه تحطها لو انت عايز تستفيد، يعني عايزين. لا مش هينفع، لا مش هينفع تتكلم على الاقل انك انت صح. احنا عاملين فقره عشان الناس تستفيد، مش عشان نقعد يكون في احاديث جانبيه. لا قولي الكلام، اتفضلي لو يا جماعه، يا جماعه وقت الفقره راح واحنا يعني ما افدناش الناس قدر الامكان. اتفضلي يا فندم. فاحنا اولا في زي ما بقول لك العالم الدين ده يمكن ربنا، عايز اقول لهم برضك يعني طالما ان انفصلوا لا تنسوا الفضل بينكم، الناس ما تنساش الفضل اللي حصل، اكيد كان فيهم الايام الكويسين. واقول للراجل في نفس الوقت كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، ما هو بيعوله حتى لو انفصل. الحاجة التانية اللي برضك حضرتك بتقولها، احنا حاطين نفسنا مكان الراجل مرة ومكان المرأة مرة، واهم حاجة اللي باصل له الطفل. مزبوط. انا ما تجيش انت تيجي في جانب الرجال وانا اجي في جانب السيدات. انا لما ناقشت الكلام ناقشته من وجهة نظر الجميع، والقانون بيناقشه من وجهة نظر يدي حقوق الراجل زي ما بنقول تنظيم العلاقة بين المرأة والرجل المطلقين، بين الحقوق والواجبات، كل واحد ياخد حقه ويدي الواجب بتاعه عشان ده ينعكس على الطفل وعلى نفسيته وعلى تربيته، وما زي ما انت بتقول ما يبقاش قنبلة موقوتة بالنسبة للمجتمع. هذا القانون ينظم هذه الجزئية بالذات اللي هي العلاقة أو الحقوق والواجبات لكلتا الطرفين. أنا في ناس اتهمتني في الحلقة اللي فاتت قالت لي أنت جاي مع الرجال، قلت لها لا، إذا حكمتوا بين الناس تحكموا بالإيه؟ بالعدل. أحط نفسي مكان الميل وأحط مكاني مكان الفيميل، وأهم حاجة بالنسبة للاثنين اللي يهمني أكتر هو الطفل. مشكورك سيادة النائبة، كلمة أخيرة في نص دقيقة. أنا الحقيقة لا أزال أشعر بأنه فلسفة المشرع لابد أن تنطلق من نص دستوري ووثيقة دولية. الحقيقة أنه حالة الانقلاب على الانقلاب الحقوقي لعدد كبير من المحاميات والنشطات على الاتفاقات الدولية اللي كانوا بيهاجموا حسني مبارك في يوم من الأيام قبل 25 يناير عشان يطبقها، حالة انقلاب شديدة جدا جدا في الإعلام على هذه الاتفاقيات التي ننادي بها الآن الحقيقة. وهذه مسألة الحقيقة لابد أن ينظر لها المشرع بعين الاعتبار. ليه؟ لأن في طرق ما ربما تحرج بها الحكومة على المستوى الدولي إذا صدر قانون، يعني ليه عاداتي وتقاليدي المختلفة عن المجتمع الدولي. اسمحي لي يا فندم، ما نوقعش على الاتفاقية وما نصدقش عليها. استاذ لو نوقعنا لمحاكمة دولية في الأردن لا يحق للخروج. الأمر الأخير في هذه الجزئية، الأمر دي حاجة اسمها تحفظات في الاتفاقية يا أستاذة سالي، دي حاجة اسمها تحفظات في الاتفاقية. الأمر الأخير وهو إيه؟ وهو إنه لا يوجد طرف يستطيع القيام
منفردا برعاية الطفل وبالتالي أنا بطلب كلمة صغيرة جدا أن تتفهم كافة الأطراف أن الطفل ليس ملكية خاصة وليس مكتسبات لأحد ولا يمثل إلا برافو التربية برافو. هي عبء على طرفين لابد أن تلزمهم الدولة بهذه كل هذا يحققه القانون. برافو عليك. الكلام الأخراني ده كلام موزون جدا وهذا ما يحققه القانون. الرعاية المشتركة لا يا فندم كلمة كل كلام حلو نسمينه الرعاية المشتركة بين تفضل. أنا شخصيا بؤيد فكرة الرعاية المشتركة لأن ده حق أصيل للطفل قبل ما يكون حق للطرفين الأب والأم. بأناشد السادة القضاة بفكرة أن احنا نراعي فكرة الحد الأدنى للنفقات. فكرة 400 جنيه أن هي تتحكم للطفل بالنفقة ده مش مواكب مع الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر. نمرة 2، نمرة 3 أنا مع فكرة القانون أن يبقى في حاجة اسمها نيابة الأسرة بتحقق من التحري الخاص بالرجال منعا للظلم للطرفين سواء الأب أو الأم أو الطرف الثالث اللي بيدفع الثمن طول الوقت الصغير. أخيرا فكرة الولاية التعليمية ده حق أصيل للحاضن أي كان الحاضن ده الأم أو جدة الأب أو جدة الأم ده حق أصيل لصيق بالطفل. ما ينفعش النهاردة تلعبي بمستقبل التعليم فيما يخص الأطفال. الحالات الفردية اللي هي الأم مصممة أن هي تدخل خاصة وتدخل تجريبي والكلام ده كله برضو القاضي بيحكم فيه فيما يخص اليسر أو عسر الأب. يعني هو النهاردة ما بقاش معذور. قلنا المفروض أنه هيكون هناك نيابات أسرية هي اللي هتتولى التحريات. أنا بس عايز أقول كلمة أخيرة. هذا القانون بس أقول لأستاذ حسين فعلا نص دستوري ويحقق الرعاية المشتركة، يحقق الرعاية الفضلة للطفل، يحقق الموازنة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. بشكرك دكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، كل شكر لحضرتك يا فندم. أيضا الأستاذ حسين متولي الصحفي المتخصص في قضايا الأسرة، مشكورك يا فندم. وأخيرا الأستاذة سالي الجباس المحامية ومدير مؤسسة سيزان براوي المتخصصة في قضايا المرأة، أيضا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام فاصل، إن شاء الله بعد الفصل هيكون الزميل محمد سعد هيصحبنا في جولة خاصة داخل صندوق التمويل العقاري اللي تحول إلى خلية نحل لإنهاء تسليم الوحدات والشقق إلى المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي. هنعرف طبعا ما هي المشكلات التي تواجه المستفيدين وهيطرقوا أبواب الصندوق لحلها، إزاي كمان هيتعامل الصندوق مع شكاوى واستفسارات كل العملاء. وإن شاء الله بنهاية هذه الفقرة هنكون بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من رأي عام. إن شاء الله بكرة الثامنة مساء نشوفكم على ألف خير وحلقة جديدة من رأي عام.